ازاي ممكن نطمئن هذه الجموع ان باذن الله هيبقى في امان؟ قبل ما نتكلم عن الخطه نتكلم عن هم عايزين يعملوا ايه الاخوان وحلفاء، مش كده ولا ايه؟ اكيد. واحنا كجيش وشرطه مستعدين ازاي هنواجههم ازاي؟ صحيح. مش كده لوجيك؟ كويس. هم بيرقصوا رقصه الموت كما يقولون، وعارفين دي نهايه النهايه بتاعتهم، واخد بالك معايا؟ اللي هي معركه الدستور، معركه النهايه بالنسبه لهم، الدستور وما يستتبعه زي ما اتكلمنا دلوقتي. تمام. فاذا هم ناويين يضربوا اخر ما عندهم باستغلال حشود في 750 مليون كم؟ 52 مليون مواطن، دعم مصر مالي من قطر 700 مليون دولار لتنفيذ خطه افشال الاستفتاء. جزء من المبلغ ده دخل فعلا مصر. في 8 مجموعات الاخوان مجهزينها، 8 قطاعات عمل. قطاع عمل مجموعة واحد دي التحرش بلجان الاستفتاء ومهاجمتها، وللأسف الشديد اللي هتولى هذه المهمة معظمهم من النساء. صحيح. والفتيات المغرر بيهم والفقراء واللي قاعدين في المناطق العشوائية واللي مفعلون. ده أول قطاع، ده أول مجموعة، ده أول قطاع هيشغل مجموعة الناس اللي هي في الانتخابات بحيث ان هم يعملوا دوشة قدام اللجان وبتاع وتتفرق والناس تمشي. المجموعة الثانية حصار اقسام الشرطة لمنعها من ممارسة عملها. برضو دي هتقع بنسبة كبيرة على نساء الاخوان وفتياتهم. المجموعة الثالثة قطع الطرق الرئيسية، الدائري، المحور، المحور بين المحافظات وما الى ذلك، بس على مصر، على القاهرة، صلاح سالم، كوبري اكتوبر، الهرم، فيصل الى اخره، ميادين، قطع طريق ليه؟ لتمنع القوات الاحتياطي بتاعت الجيش والشرطه من التدخل. المجموعه الثالثه. المجموعه الرابعه في زحمه بقت انشغال الشرطه بمولد احتلال الميادين، تدخل الميادين وتقعد زي ما حصل قبل كده في رابعه. اللي هيحصل عليه البلطجي من استجواباتهم في هذا اليوم 10,000 جنيه في اليوم. 10,000 جنيه للبلطجي في اليوم. المجموعة الخامسة مهاجمة الأهداف الحيوية والاستراتيجية، تلفزيون، وزارات، اللي يقدروا عليه الكلام ده كله. المجموعة السادسة إشغال الجيش والشرطة في عمليات كر وفر زي اللي بتشوفوها في أيام الجمعة دي. المجموعة السابعة منع القضاة من الوصول إلى اللجان، ومنع المسيحيين من الوصول إلى اللجان زي ما حصل قبل كده، ومنع صناديق الاستفتاء اللي تم الاستفتاء فيها من انها توصل للجان الفرز العامه. احداث يعني حاله من الشلل. المجموعه الثامنه والاخيره القناصه. طب ناخد شويه ينسون ونكمل بعد كده يا استاذ الهي. والله يا ريت. دول 8 مجموعات اساسيه حسب المعلومات المتوفره. ادي التركيبه بتاعتهم هم. فطبعا الجيش او الشرطه نزلوا، الجيش نزل حوالي 165 او 167 الف جندي، ضابط وجندي، في حوالي عندك 160 ألف ضابط وجندي. بالشرطة هيوصلوا ل 200 وزي 200 ألف، 10,000 مدرعة، في حوالي 10 مروحيات لمراقبة اللجان الانتخاب والطرق والكلام، الثمان نوع دي. في عندك مجموعتين صعقة ومظلات، مجموعة 3 7 والمجموعة 3 9 هتشارك، حرس الحدود هيشتغل، قوات البحرية، قوات الجوية، الشرطة العسكرية، قوات من الجيش الثاني، من الجيش الثالث، من المنطقة المركزية، من المنطقة الغربية عشان المنطقة بتاعت مطروح، لأن ضمن الترتيبات أنا تفاصيل كتير مش عايز أتكلم فيها. تمام. إنهم يدخلوا عناصر من الإخوان المدربين في ليبيا، في مصراتة على وجه التحديد. ولابسين جيش مصري. يمكن لفت نظرنا النهارده، ودايما بتبقى الاخبار عن وجود الزي العسكري مع محافظة. النهارده شفنا منظر جديد للسيد الزي العسكري، عليه علامات حمراء كده، مش خدنا بالنا من الكلام ده؟ لا سيادتك راجل عسكري اكيد. انا والله ما اعرف انا واحد لفت نظري من اللي بيتكلمونا بالتليفون، زي جديد علشان يبقى في عشان يبقى في نوع من التمييز ما بين دول ودول، لانهم فصلوا
وجابوا هدوم جزاء بتاعت جيش المصري. بس كمان يعني الدفع بالنساء في احداث هذه المشاكل والبلبله، هل ده بيتطلب بطبيعه الحال ان يبقى في كمان شرطه نسائيه للتعامل معاهم؟ هيكون في شرطه نسائيه، بس احنا شفنا بقى الوحشيه بتاعه الحريرات، هي مش محتاجه شرطه نسائيه في الازهر. مش كده ولا يعني عيب قوي 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 يعني. طيب بالك، انما انا رايي في المرحله الجايه مش هنفرق، ما يجيبش نفرق اكيد. طب الراجل ارهابي وست ارهابيه، وصل الامر يا ستي الى العض. صحيح. وصل الامر الى العض يعني. واخد بالك معايا؟ فقلنا القوات دي، في ايضا في جهاز النقل العام للجيش هيشتغل، في دفع دوريات ثابته ودفعات متحركه لغايه 300 متر من مقر اللجنه، بتبقى منطقه حرام. تمام. 300 متر تمام. مقر اللجنه 300 متر في كافه انحاء الجمهوريه. طبعا القوات اتدربت على التدخل السريع ونقل بالهليكوبتر ضد اعمال الشغب، وهتظل في اماكنها حتى الانتهاء من اعمال الفرز واعلان النتائج. وفي مراكز طبعا عمليات على مستوى الجمهوريه وعلى مستوى المحافظات وعلى مستوى الاحياء والاخر لمتابعه النتائج، وان شاء الله الخطه. هدوء ده يا سياده اللواء. نعم. هدوء المعلومات المتوفره لدى الاجهزه المصريه على اختلاف المؤسسات، سواء كانت شرطه او جيش او مخابرات او ما شابه ذلك، وفي ضوء هذه الاستعدادات تتوقع انت سير المشهد ازاي؟ هو طبعا انا زي ما قلت في بدايه حديثي، الكلمه اللي قالها الفريق السيسي دي هتعمل لهم احباط غير عادي. يعني في نوع من ديبريشن، من الهمدة، هيمدوا. لان انت لابد، لو عندهم شيء من الزجاج، الغريب في الامر اللي ربنا رمى عليهم ده بفضل الله شيء من الغباء السياسي لا حد له، لو يعني في ذره من الذكاء يعرفوا ان هم بيراهنوا في معركه خاسره. خاسره تمام. انما ماشيين في السكه، واخد بالك، سكه الغباء دي ماشي الحمد لله. فالقضية ان هم دي اخر كارت فيهم. ليه؟ لان الاستفتاء اذا نجح بنسبة كبيرة المشاركين وقالوا نعم، ده انت بتقضي على قضية اساسية هم قايمين عليها اللي هوش كلها، اللي هي شرعية الصندوق. لا هذه الشرعية الجديدة اهي معايا. فانت عشان كده بيقتلوا قتال عنيف لإفساد هذا اليوم. هيقتلوا. بس أنا الحمد لله ان ربنا وفق السيسي ان يقول الكلام ده النهارده عشان يعيدوا حساباتهم من جديد في ضوء زي ما قلت لك مين اللي هيواجهوه في الثمان سنين اللي جايه. هل ده معناه ان هم يكونوا منشغلين ب يعني فكره افساد يومين الاستفتاء، ولا هيكون فيهم فريق اخر للتصويت بلاه؟ هم مش بس في اليومين، هم قالوا في الخطه بتاعتهم اللي صدرت من التنظيم الدولي في اسطنبول انه هيبداوا قبل اليومين باربع ايام، اللي هي بدات امبارح في يوم الجمعه. اكيد بيسموها جمعه الغضب، معرفش ولا جمعه ايه، كل يوم بيطلعوا اسم. بدات من امبارح في اتقتل فيها، مات فيها اثنين، ثلاثه او اربعه، ثلاثه امبارح، واخد بال حضرتك؟ فهم بداوا من امبارح تسخين 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 العمليه دي. فاتضربوا امبارح واتضربوا النهارده. يعني انا عايز عشان اوضح لحضرتك، في الشرطة أو في الأمن عموما لما تقبضي على 10 تجار مخدرات مثلا، من النسبة دي تقدري تحددي إجمالي العدد المخدرات، يبقى تقريبا 25% اللي بيتم القبض عليه. اللي أنت لو قلنا 10% في حوالي 1000 واحد قبض عليه، يبقى الإجمالي كام؟ حوالي 10,000 10,000 مثلا مخصصين لهذا الموضوع. وبعدين ما تنساش اطفال الشوارع. لما بتدي واحد 50 جنيه يا راجل، ده اللي حرق مدرسه الفلكي حرق ب 50 جنيه. وما تم اكتشافه مؤخرا في سينا برضو الاطفال اللي بيراقبوا الدوريات، وحتى بتديله في تفجيرات عن بعد. الفلوس بتعمل معنى كبير جدا بالنسبه للعشوائيات والفقر والاخر. وعشان كده السيسي برضه، الفريق السيسي قال ايه؟ من ضمن المشاريع المهمه اللي هو تبناها قطع وزاره الدفاع، هو وزير دفاع، اللي هي تأهيل أطفال الشوارع، جمعهم وتأهلهم. أكيد. ليه؟ لأغراض أمنية زي ما احنا شايفين. يعني ما أنا عايز أقول كل هذه الترتيبات شيء، وكلامي بوجهه للواء محمد إبراهيم. واستكمال أو تفعيل نظرية الأمن. أو تفعيل المعدة الأمنية. المعدة الأمنية يا سيدتي تتكون من أربع حاجات أنا قلتها قبل كده. معلومات، ودي متوفره الحمد لله، وجهاز امن الدوله عندنا استعاد
قوته ونشاطه. قوات وموجوده زي ما انا قلت بكثافه. الاثنين التانيين هم اللي عندنا نقص فيهم. الردع والضربات المسبقه، الضربات المسبقه بتحصل الحمد لله دلوقتي بتوجه ضربات بدري. اول ما بتبان في معلومات في في مناطق مشبوهه هنا مراكز مستودع سلاح هنا بيوجهوا ضربات. امال حضرتك تقصد الردع؟ يعني ايه الردع؟ يعني اللي يتقبض عليهم يا سيدتي يتقدموا للمحاكمه فورا ويتحاكموا وتصدر احكام فوريه وتعلن امام الناس كلها ان دي عشان تخوف الناس تردع تردع الارهابيين. يعني من الشيء المؤسف وانا قلته اكتر من مره ان الولد اللي رمى الارهابي اللي رمى طفل من فوق بنايه عاليه عاليه في اسكندريه في سيدي جابر او اثنين اظن اللي اترموا لغايه دلوقتي ما نعرفش اتحاكم ولا ما اتحاكمش، ما خدش جزائه ما نعرفش. فممكن يجي بعد كده يرموا تاني وتالت ورابع، ما هو محدش وحتى لو محدش رضعه يتم الاعلان عنه. يعني اللي يتم التواصل ده الاعلان مهم جدا، لابد الاعلان عنه. الاعلان ده مهم جدا لان هو ده يعني الرساله الردعيه لا لا تحقق مصداقيتها الا اذا كانت مكشوفه. يعني ايه مكشوفه؟ يعني مثلا باكستان، هديك مثلا على جيش بقى بتاعنا باكستان، الهند عملت سلاح نووي وجه ذو الفقار علي بوتو رئيس وزراء باكستان الراحل وقال سناكل العشب ونعمل ونبني السلاح النووي. خلاص ماشي، ما عملتها كانت سنه كام؟ 74. انا كنت في الهند 75، هم قبليها بسنه. وبداوا يشتغلوا في البرنامج النووي بتاعهم سرا، محدش عارف عنه حاجه. طبعا في مفاعل في كهوتا، في بداوا يتابعوا والى اخره. جت الهند في سنه 98 1598 وراحت مفجره ثلاث قنابل نوويه. اتحطت باكستان على المحك، ها عندك سلاح نووي ولا ما عندكيش؟ اتفضلي روحي. لابد من الاعلان. تاني يوم لازم خمس الاعلان. خمس تجارب نوويه. صحيح. دي الرساله الردعيه. واخد بالك معايا؟ دي الرساله الردعيه. انت النهارده قبضت على واحد وهو اللي قال اعدموني. الولد. واخد بالك؟ قبضت على واحد ارتكب جريمه. طب ايه النتيجه؟ ايه النتيجة؟ أنا أهو عايز أعرف، الشعب عايز يعرف. يوم يوم إيه تبلغ رسالة للي هيعمل كده هيتحصل له كده. أنت النهاردة قلت يا سيادة الوزير محمد إبراهيم اللي هيهاجم أقسام الشرطة أو مديريات الأمن هنستخدم الذخيرة الحية ضده. جوه في مديريات الأمن وأقسام الشرطة إيه يا سيادة الوزير؟ ضباطك وجنودك وعربياتك ومعداتك وأسلحتك. النهارده بتتحرق العربيات في الشوارع بتاعه الشرطه. انت عارفه كم عربيه اتحرقت لغايه دلوقتي؟ في الشهر اللي فات حوالي 160 عربيه. من اول 25 يناير 4400 عربيه، يعني قوه عربيات في جيش. صحيح. فايه الفرق يا سياده الوزير محمد ابراهيم بين انك تطلق النار على من يعتدي على رجالك وعربياتك واسلحتك ومعداتك في اقسام الشرطه واللي بيعتدي عليهم امام جامعه الازهر او في ميدان مش عارف مصطفى النحاس او 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 اخر؟ طلع بيان قول اللي هيعتدي على عربيه شرطه او ضابط شرطه في الشارع او في الميدان او في اي حته سأطلق عليه النيران الحي. مجرد اعلانك هذه الكلمه 50 60% منهم هيكشفوا، مش يتجرأوا ويضربوا الضباط ويضربوا الجنود عشان اللي قدامهم فقط هو الغاز او خراطيم المايه. الكلام ده ما ينفعش مع مجرمين وبلطجيه. اطلاق النار، اطلاق النار بيبقى ليه شروط. يبدا الاول يضرب، الاول يضرب في الهواء، ثم يضرب على رجله، ثم بعد كده تجرأ اكتر وجاي يعتدي عليا، ده هيموتني. الله، هو ما قتلوش ناس، اضربه في المليان. الله، طب ما دي هيبه الدوله. ما يا فندم هتطلع على الجانب الاخر جماعات حقوق الانسان وما الى ذلك ويقولوا لك الشرطه انت تلتزم بضبط النفس. فين حقوق الشرطه؟ ما تقدر تديه زي زي بقول لسيادتك الكلام اللي بيتقال يعني. اوباما ولا الثاني ولا الثالث ولا الثاني؟ لا بس سيادتي لو عايز بتاع بريطانيا اسمه ايه؟ هقول حضرتك بتاع بريطانيا اسمه ايه قولي لي؟ كاميرون. كاميرون، كاميرون قال ايه؟ قال لما يبقى امن الامن بريطانيا على المحك محدش يكلمني عن حقوق الانسان. لا تحدث سوء. يطلع حقوق الانسان يطلعوا يا اخويا يتكلموا. هم بيكرمونا ولا بيشربونا؟ حقوق الانسان امريكا نفسها. لا 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 بس حضرتك على حاجه، تقبل انه يعتدى على عربيات الشرطه بتاعتها بريطانيا او فرنسا او اي دوله في العالم؟ تقبل ان ظابط حب الطلبه يرموا اثنين مجندين من الداخل كمان يا فندم؟ هو في الداخل في ناس بتتكلم على كده برضه يعني. المظاهرات يعني الشرطه لم تلتزم بضبط النفس وكانت عنيفه وما الى ذلك. فين هو يا اخويا فين العنيفه دي؟ لا